أهلا بكم من جديد. مع دخول عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها حركة حماس وأدت إلى مقتل 1300 إسرائيلي يومها السابع، مخاوف من تسلل طائرة مسيرة في مستوطنة بنين التريم قرب الحدود مع مصر. يأتي ذلك مع سماع ذوي صفارات الإنذار مجددا في الشمال الإسرائيلي وإطلاق المدافع صوب متظاهرين حاولوا شق طريق لهم عبر الحدود باتجاه إسرائيل، ليكن تسلل سيد الموقف مع أنباء عن اغتيال خلية فلسطينية تسللت هي الأخرى من طول كرم. يأتي ذلك على وقع مظاهرات خرجت في الساعة الأخيرة ورغم القصف العنيف في قطاع غزة تحديدا في مخيم الشاطئ رفضا للتهجير والنزوح. ويأتي هذا الآن مع صفارات الإنذار التي تدوي الآن في تل أبيب مع وصول الرشقات الفلسطينية إلى هذه المدينة. حول هذا التحديث ينضم إلي عبر الخط الهاتفي علي واكد الخبير في شؤون الشرق الأوسط. حدثني علي عن جديد هذه الرشقات. علي واكد هل تسمعني؟ إذن صفارات الإنذار تدوي الآن في مدينة تل أبيب مع وصول رشقات صاروخية جديدة لهذه المدينة. عن تفاصيلها ينضم إلي علي واكد عبر الخط الهاتفي. تفضل علي. إذن صفارات الإنذار تدوي في مدينة تل أبيب وغوش دان وذلك بعد عدة رشقات صاروخية وصلت في يومها السابع اليوم إلى العمق الإسرائيلي حتى وصلت إلى مدينة صفد بعد استهداف خذوني. نعم، والآن نستمع إلى صوت القبة الحديدية التي تصدت لهذه الصواريخ. علي واكد أنت معنا على الخط الهاتفي، هل تسمعني؟ تفضل. الآن سماع ذوي انفجارات فوق مدينة تل أبيب، عدة انفجارات لا زالت تسمع حتى الآن. هذه هي الصافرة الأولى التي يمكن أن نقول أنها أطلقت باتجاه تل أبيب في 24 ساعة الأخيرة منذ مساء الأمس، وهذا يعكس بالتأكيد يعني اشتداد المعارك في قطاع غزة من ناحية ومحاولات رد حماس على القصف الدائر في شمال قطاع غزة ومحاولات إسرائيل إبعاد الفلسطينيين من شمال القطاع نحو جنوبه. باعتقادي رسالة واضحة أن مهما طال القصف فإن لا زالت كتاب القسام تم تلك القدرة على إطلاق هذه الصواريخ. ونذكر أنه قبل يعني أقل من أو أكثر من ساعة كان هناك هذا الصاروخ بعيد المدى باتجاه الشمال. نعم، إذن هذا هو التحديث الأخير، صواريخ بعيدة المدى وصواريخ أخرى وصلت إلى تل أبيب تطلقها القسام ردا على ما تقول أنه عمليات التهجير المتواصلة والقصف المتواصل على قطاع غزة. علي واكد شكرا جزيلا لك حتى اللحظة. وقبل هذه الرشقة الصاروخية مشاهدين هناك مظاهرات خرجت لأول مرة وتحت تهديد القصف في مخيم الشاطئ في مدينة غزة رفضا للتهجير الذي يحصل الآن. علي واكد لا تزال معنا على الخط الهاتفي. نعم، إذن هذه الصورة تأتينا مباشرة من قطاع غزة، وأيضا هناك جبهة أخرى مشتعلة. هذه الصور التي تأتي الآن أيضا من مخيم الشاطئ من قطاع غزة لغزيين يتظاهرون رفضا للنزوح نحو الجنوب. ومنذ ساعات الصباح والجيش الإسرائيلي يطلق خطابات للشعب الغزي بالتوجه من الشرق إلى الجنوب لمحاولة منع استهداف المدنيين في أي عملية برية قد يشنها الجيش في أي لحظة. عن مشهد آخر متصاعد الآن في الشمال والحدود الشمالية، بليغ صلاحدين ينضم إلي. بليغ، هناك أصوات انفجارات واستهداف مدفعي وأنباء عن يعني دخول متسللين عبر الحدود من لبنان، حدثني عن التفاصيل.
نعم فعلا، قبل 5 دقائق أنسام المتحدث في الجيش ينشر في حدود انفجار، يعني هذا الانفجار كان قد أدى إلى يعني نوع من التخريب البسيط للجدار الفاصل بين إسرائيل ولبنان، ويعني رد فعل من قبل قوات الجيش الإسرائيلي قاموا بقصف مناطق والرد على يعني هذه الحادثة باتجاه الأراضي اللبنانية. من جهة أخرى وفي نفس البلدة، بلدة حوليتا القريبة من الشريط الحدودي، حنيتا عفوا القريبة من الحدود، يعني هناك أيضا تقارير تفيد وأنباء حول دخول مسلحين إلى تلك المنطقة. حتى لا يوجد أي تأكيد بالنسبة لهذا الخبر، ولكن هذا ينضم طبعا إلى ما حدث في الأمس وأول أمس حول دخول 4 مسلحين إلى منطقة أو من لبنان إلى قرية العرامشي في أو عرب العرامشي في شمال إسرائيل. أيضا كان هناك طبعا اشتباك مسلح أسفر عن مقتل هؤلاء المسلحين 4 في عددهم. بطبيعة الحال نحن ننتظر يعني أنباء جديدة بالنسبة لما يحدث في تلك المنطقة القريبة جدا من الحدود. نحن بالتحديد متواجدون في يعني الشق الآخر من الحدود بالقرب من مدينة طنطا، حيث أيضا كان هناك حديث عن وصول صاروخ من قطاع غزة في الأنباء الأولية. يعني توقعنا أن يكون هذا الصاروخ قد وصل من لبنان، ولكن اتضح أن الحديث يدور حول صاروخ قياس 250 الذي باستطاعته فعلا أن يصل إلى الحدود الإسرائيلية اللبنانية. تضارب الأنباء حول صحة ما حصل بعد إطلاق هذا الصاروخ. الجيش الإسرائيلي يقول يعني أن القبة الحديدية أو حتى مقلاع داوود تصدت لهذا الجيش الصاروخ وأسقطته. الفصائل الفلسطينية حركة حماس القسام يقولون هذا الصاروخ سقط في مدينة صفد، استهدف بالتحديد يعني المقر العسكري الخاص في شمال إسرائيل. أنا هنا متواجد قريب جدا من مدينة صفد، لا أرى فعلا يعني تصاعد كثيف الدخان أو الصور التي وصلت إلى تل أبيب. يبدو أن هناك إصابة مباشرة لمبنى في منطقة رحفوت في تل أبيب و جوش دان التي تعرضت قبل قليل لرشقة صاروخية ودوت صفارات الإنذار فيها. أكمل بليغ، ماذا عن صورة الوضع على الحدود مع لبنان وأنباء عن تفجير لجدار ودخول لمتسللين، ما صحة ذلك؟ نعم، حتى الآن لا يوجد معلومات جديدة حول قضية تفجير هذا الجدار، ولكن يعني ذكرنا قبل قليل يعني ما حدث في الأمس في قرية عرب العرامشي. بالتأكيد يمكن أن يكون هناك حدث مماثل لتسلل مسلحين من جنوب لبنان نحو الأراضي الإسرائيلية. لا شك أن هذا يأتي في سياق التوتر أيضا على الحدود بشكل عام، على الرد الإسرائيلي الذي يكون دائما ضد يعني عناصر أو ضد يعني مواقع لحزب الله بالتحديد، لأنه في نهاية الأمر حتى لو كان المسلحون الذين يدخلون هم يعني يتبعون لحماس أو لفصائل فلسطينية متواجدة في جنوب لبنان، ولكن إسرائيل ترى أن حزب الله هو في نهاية الأمر المسؤول الأول والأخير حول كل ما يحدث في جنوب لبنان. حزب الله حتى الآن يعني لا نرى أي تحرك على الأقل كبير من جهته لدخول هذه المعركة. بحسب التصريحات يعني الأخيرة التي كانت من نائب الأمين العام لحزب الله، قال يعني بشكل دقيق نحن يعني سندخل أو عفوا سوف ندعم أو سوف نساهم في هذه المعركة بطريقتنا وفي الوقت الذي نراه نحن مناسب. لا شك أن هذا يمكن أن يفتح جبهة جديدة بالنسبة لإسرائيل، آخر ما تريده إسرائيل في هذه الأوقات مثل هذا الأمر. ولكن مساعي الردع إن كانت الأمريكية الخارجية من يعني إحضار ناقلة طائرات إلى حدود أو عفوا إلى الشواطئ الإسرائيلية وغيرها من المساعي أيضا الخارجية التي يعني تحاول ردع أو منع حزب الله من دخول هذه المعركة. حتى الآن حزب الله يقول نحن لا نهبل كل هذه الأمور، عندما نريد أن ندخل هذه المعركة ونساهم فيها سوف نفعل ذلك. إذن شكرا جزيلا لك حتى لحظة بليغ صلاحين من الحدود الشمالية مع لبنان. وقبل الانتقال إلى القدس، مشاهدينا يعني كتائب القسام تتبنى هذه الرشقة الصاروخية الأخيرة التي وصلت إلى
تل أبيب وجوش دان تل أبيب الكبرى ريشون ليسيون، وكان هناك سقوط مباشر على أحد المباني في رحوفوت. سنكون طبعا في تغطية هذا الحدث في خلال هذه التغطية. نتحول مباشرة إلى عسقلان وفاطمة عمر خميسة. يعني رشقة صاروخية وصلت تل أبيب، ماذا عن عسقلان فاطمة؟ نعم أنسام، يعني في ظل استهداف مدينة تل أبيب نتحدث عن هدوء متوتر هنا يسود مدينة عسقلان في الساعة الأخيرة. لم نسمع صفارات الإنذار، ولكننا سمعنا قصف مدفعي يطال شمال مدينة غزة بشكل كثيف، لم يتوقف على مدار الساعة الأخيرة. ولكن على مستوى الداخل الإسرائيلي هنا في جنوب البلاد توقفت يعني منذ ساعة تقريبا صفارات الإنذار، وكان هنالك نوع من الهدوء الحذر في هذه المنطقة بعدما تم استهداف هذه المدينة بأكثر من 150 صاروخ ضمن رشقة واحدة ومتواصلة استهدفت هذه المدينة. طبعا نتحدث عن اعتراض القبة الحديدية لغالبية هذه الصواريخ، ولكن أكثر من 40 صاروخ يعني لم تنشع القبة الحديدية باعتراض، وسقطوا في أماكن مفتوحة وتسببوا في حرائق. أحد هذه الصواريخ يعني سقط بالقرب من شركة توليد الطاقة وتوليد الكهرباء، لذلك نرى أن هنالك يعني استهداف مباشر لأماكن حساسة ولأماكن مهمة هنا في مدينة عسقلان. بعض الصواريخ الأخرى التي لم تنجح القبة الحديدية في اعتراضها سقطت إما في مباني سكنية وتسببت في أضرار بالممتلكات. حتى اللحظة لم يتم الإبلاغ عن إصابة بشرية بهذه الصواريخ التي لم تنجح القبة بتحييدها. كهنالك تخوف من أن تكون مسيرة قد اعترضت المجال الجوي هنا، لذلك طلب من جميع السكان الذين تبقوا هنا في الغلاف وفي مدينة عسقلان أن يذهبوا إلى الأماكن المحصنة وأن يبقوا في الملاجئ. طبعا تم استهداف بالتزامن مع استهداف مدينة تل أبيب وضواحيها، تم استهداف أيضا مدن الغلاف وبلدات غلاف غزة بعدد كبير من الصواريخ، ولكن يعني تم تحييد غالبية هذه الصواريخ. أنسام، هذه آخر التطورات حتى اللحظة. مدينة عسقلان في الساعة الأخيرة يسودها الهدوء النسبي بشكل أو بآخر. طبعا هناك تخوف من مسيرة، ولكن لا يوجد أنباء تطورات حول هذا الأمر، ولكن السلطات تأمر جميع السكان هنا في المدينة بتوخي الحذر وبالبقاء في الأماكن المحصنة وفي الملاجئ. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة من عسقلان فاطمة عمر خميسة، شكرا جزيلا. ومن عسقلان أتحول إلى مدينة القدس، حيث شهدت عدة مناطق فيها اشتباكات مع الجيش الإسرائيلي. حدثني عمر عن تفاصيل ما يحدث. إذن في وادي الجوز وأيضا في العسوية أنسام، تظاهر العديد من الشبان ضمن احتجاجات، وذلك تلبية لدعوات من قطاع غزة إلى التضامن معهم في هذه الحرب. في هذه المظاهرات شهدت الأعلام الفلسطينية واللافتات وأيضا الهتافات، ولكن الجيش والأمن الإسرائيلي يعني حاول تفريق هذه التظاهرات والاحتجاجات عبر استخدام وسائل تفريق المظاهرات من يعني الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت. بحسب الشرطة الإسرائيلية كان هناك عدد لا بأس به من المعتقلين، الطواقم الطبية أيضا أفادت بعدد من المصابين. ولكن الآن هنا في حيث أنا أتواجد في باب العمود، إحدى البوابات الرئيسية للبلدة القديمة في القدس الشرقية على بعد أمتار من المسجد الأقصى المبارك، الهدوء هو سيد الموقف، وذلك بعدما نجحت على ما يبدو قوات الأمن الإسرائيلية من تحييد يعني بعض المشاركين في التظاهرات، ويعني عبر قيامها بإجراءات استباقية لمنع التظاهرات هنا، لأن هذه الساحة ساحة باب العمود أنسام هي مركز، طالما كانت مركزا للعديد من المظاهرات في العديد من المناسبات، بل وكانت نقطة الانطلاق لشرارات العديد من المواجهات وموجات التصعيد، إن كان ذلك في الضفة الغربية أو في قطاع غزة. ولكن الوضع الآن هو بخلاف كل التوقعات، وأكبر دليل على حجم التوقعات بأن يكون هنا احتجاجات في هذه في هذا التوقيت هو العدد الكبير للصحفيين الأجانب الذين يعني جاءوا مثلنا إلى هنا من أجل مراقبة الأوضاع. أيضا هناك تعزيزات من قبل الشرطة
الشرطة الإسرائيلية التي حضرت بأفراد يعني العديد من الأفراد والآليات والدوريات من أجل تحسبا لتظاهرات قد تنطلق هنا أو تجري هنا في باب العمود، ولكن هذا الأمر لم يحدث في نهاية المطاف. نعم. أريد أن أتطرق بجملة إلى صلاة الجمعة التي سريع. كانت اليوم في المسجد الأقصى المبارك أنسام. هذه الصلاة فرضت الأمن الإسرائيلي عليها العديد من القيود على المصلين، الأمر الذي أدى إلى عدم وجود كميات كبيرة من المصلين خلافا لصلوات الجمعة في السابق. شكرا جزيلا لك على هذه الإحاطة عمر ربيع، حدثني من مدينة القدس. هذه كانت الأوضاع في القدس. أتحول عبر الخط الهاتفي إلى ضياء حسن. ضياء، يعني في الساعة الأخيرة شهدنا ورغم القصف المتواصل على غزة وقطاع غزة خروج لمظاهرات في مخيم الشاطئ ضد عمليات النزوح، حدثني عن التفاصيل. نعم، رغم تهجير عدد كبير من السكان إلا أن العديد من السكان في مخيم الشاطئ وفي حي الشيخ رضوان أيضا، ليس فقط في مخيم الشاطئ، خرجوا في مسيرات عطوية وحاولوا إرجاع بعض السيارات التي أو بعض المواطنين الذين تمكنوا من توفير سيارات للتوجه إلى مناطق جنوب القطاع، وحاولوا منعهم من التوجه إلى جنوب القطاع، وكانوا يهتفون ارجع ارجع، لا للتهجير لا للتهجير. هذا واضح أن المواطنين استاءوا مما يعيشونه، يريدون أن يبقوا في منازلهم، لا يريدون أن يتركوها مرة أخرى. هذه بيوت دفعوا الكثير من أجل تأمين هذه البيوت ومن أجل أن يعيش فيها لسنوات، ومن أجل يعني دفعوا الأموال ودفعوا الكثير، والكثير منهم يعني مقترضين لبنوك وغيرها، والآن يتركونها للدمار. فهذه هجرة جديدة وأزمة يعني وواقع صعب جدا يعيشه كل مواطن يبكي على منزله، على المنزل الذي يأويه، المنزل الذي يأويه من الشتاء من الصيف من كل شيء، من الخوف من الرعب. الآن أصبح يعني قابل لأن يصبح إلى ثومة ركام بعد قليل في أي هجوم إسرائيلي. الغارات أيضا هنا لم تتوقف حتى اللحظة، والمقاومة في نفس الوقت لا زالت تواصل إطلاق الرشقات الصاروخية. حالة التهجير مسيطرة على المواطنين، بمعنى أنها لأن لها أثار كثيرة ما بين مؤيد لها وما بين رافض لها، وواضح أن هناك مساعي لمحاولة فني الناس عن هذه السياسة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها المواطنون هنا، رغم أنه لا يوجد كهرباء لا ماء، إلا أن التهجير أيضا يزيد من معاناتهم. ماذا عن أين يذهبون بأطفالهم، أين يذهبون بنسائهم، أين عندما يتوجه أي مواطن إلى الجنوب أين سيذهب، عند من سيبقى؟ هذا السؤال الأهم. يعني ليس لديه منزل آخر، ليس لديه أقارب غالبية، وإن كان لديه أقارب فهم أصلا معرضون للخطر ويتعرضون لقصف المنازل هناك في رفح وفي خان يونس، ليست مناطق آمنة. هذه مجرد محاولات تهجير وكأنهم يطعون بهم، اذهبوا إلى مصر حلوا عنا. هذا بلسان الاحتلال، لكن هنا المواطنين يتفهمون أنه ربما يكون هذا مجرد مؤقت وأنهم لن ينتقلوا لمصر وسيبقون ربما فقط في منطقة الجنوب على أن يعودوا لغزة لاحقا. ضياء، سريعا، أن تنتهي هذه الأزمة، يأملون بحل سياسي من أي طرف يضع حدا لوقف هذه السياسة، على الأقل وقف سياسة التهجير واستهداف المدنيين بشكل مباشر، لكن يبدو أنه لا يوجد أي أفق في الوقت الحالي. طب سريعا، ماذا عن خارطة القصف الإسرائيلي في الساعة الأخيرة، أين تركز عمليا؟ والله الغارات فعليا لم تتوقف، تطال جميع مناطق قطاع غزة بلا استثناء بما فيها مناطق جنوب قطاع غزة. كان هناك قصف لأحد المنازل في خان يونس، وهناك 4 شهداء في منطقة الصفاوي شمال مدينة غزة. أيضا كان هناك قصف واستشهد العديد من المواطنين. نعم، الوضع مأساوي. أنا مضطر أفصل لقصف. نعم. نعم. كبير جانبي وإخلاء المنزل الذي أتواجد فيه. ابقى بأمان، ابقى بأمان ضياء. أعتذر. نعم، ابقى بأمان ضياء حسن. سنعود إليك، المختص في الشأن الفلسطيني، حدثني من قطاع غزة. وأرحب بضيفي هنا في الاستوديو، الضابط السابق في الاستخبارات والخبير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني السيد غريشا يعقوبوفيتش. أهلا بك سيد غريشا، ما هو تقييمك للأسبوع الأول لهذه المعركة؟ يعني نتحدث عن أسبوع من القصف المستمر، الاشتباكات على الحدود، ولا تزال الصواريخ تصل إلى تل أبيب، بل اليوم وصلت إلى صفد أيضا.
بدنا نقول لك في شيء أمرتي أنك بمرض الشبوة زركات كما قلت وردت ذلك منذ أسبوع أن هذه فقط البداية والأمر لم يبدأ. هذه هي المقدمة ونحن بالطريق إلى حماس، هكذا أعرفها. حماس الذي فهم بسرعة بأن الحديث عن حرب طويلة جدا قلص وتيرة إطلاق الصواريخ من كل ساعة ساعتين مرتين ثلاث صليات ورشقات، لأنه فهم أن الأمر سوف يكون على مدى طويل، وهذا يشبه ما كان في الجفت الصامت في 2014. الأمر سيتطلب وقت، المعركة طويلة متواصلة، الطرفان يفهمان ذلك. وكل طرف الآن موجود بما نسميه تحسين المواقع ويستخدم ترسانة الأدوات الموجودة إن كانت مدنية أو عسكرية أو على الوعي. لكن اليوم هناك تقديرات إسرائيلية أن حماس باتت تستخدم في هذه المعركة أسلحة جديدة، أسلحة مصنوعة في كوريا الشمالية، حتى بالأمس كان هناك أسلحة إيرانية، أسلحة صواريخ مضادة للدبابات. كيف تعقب ومن أين استطاعت حماس في ظل كل هذا الحصار وفي كل هذه المعلومات الاستخباراتية الحصول على هكذا نوع من السلاح؟ أصبرك نسيم وفضوط على شلخان، تعالي نضع الوقت. معبر إيرز خلال ماي 2021 من كل يوم 17,000 بوالين من إسرائيل، 2021 خرج منه عمال وتجار. كرم أبو سالم أيضا خرجت منه ودخلت بضائع. المعابر أدخلت 55% من البضائع مع 700 مليون وكل ما دخل جبت حماس على أثره ضرائب، ولذلك كانت هناك حركة داخل وخارج وبضائع. أنا لا أقبل التعريف حصار غزة لأن الحركة كانت متواصلة، وحماس جاب كل هذه الأموال، ملايين الدولارات الذي كان يستطيع حماس أن يوظفها في البنى التحتية للماء المجاري المستشفيات، بدل توظيفها هناك وظفها في صناعة السلاح بمصانع لصناعة السلاح تحت الأرض. وما نراه اليوم هو معرفة إيرانية وشمال كوريا، ويستخدمون ما عرفوه ما تعلموه للسلاح. قلت قبل قليل أن ما يحصل اليوم هو مجرد البداية بالنسبة لإسرائيل. يعني المراقبون العسكريون قالوا أن ما أسقطته الولايات المتحدة على أفغانستان في عام أسقطته إسرائيل على غزة في 6 أيام. ألا تعتبر أن ما يحدث لربما كارثة إنسانية، وربما اليوم يذهب ضحيتها أيضا الأسرى الإسرائيليين؟ القسام قال أن هناك 13 إسرائيليا قتلوا في أثناء هذه الغارات. بملخمة كمو بملخمة في الحرب، كما هو الوضع في الحرب، هناك من يصابون في كل الأطراف. لا توجد حرب نقية ونظيفة، هناك أضرار في الطرفين. لا أعرف أقول لك ما هي الكمية التي استخدموها في أفغانستان، ولكن يوم السبت السابق كانت هناك مجزرة بربرية، والشهادات التي أسمعها صعبة جدا. أطفال قطعوا أطرافهم، ناس حركوهم أحياء، أولاد ربطوهم مع وأطلقوا الرصاص على رؤوسهم. هذه أعمال بربرية وأصعب وأفضع من كل عمل قامت به داعش. هذا يجب أن يتوقف هنا والآن. لذلك إسرائيل بخلاف حماس اتصلت وأعلمت وألقت المناشير وأعلمت عن طريق الواتساب وقالت للناس أن ينتقلوا وراء وادي غزة. هذا ما لم يفعله حماس في بئري وكفر عزة وغيرها. هذا هو الفرق بيننا. لكن استمعت إلى ضيفي من قطاع غزة، قال حتى أن الجنوب غير آمن اليوم، هناك استهدافات في خان يونس ورفح. يعني إلى أين تطلب إسرائيل للغزيين بالنزوح من أسوأ إلى أسوأ؟
מאחר ואני מכיר את רצועת עזה היטב. אינני אעرف قطع غزة جيدا لأنني كنت رئيس بلدية غزة الأخير. لذلك أقول لك أنهم يخلون الغزيين إلى مخازن سرات بريدج زوايدا ودار البلح في الجنوب، ولم أسمع أنه كان هناك إطلاق عليهم. يركزون الناس ليقلصوا الأذى الأبرياء. لا يوجد هنا لا تهجير ولا شيء مثل هذا، هذا محاولة لتقليص أذية الأبرياء. غريشا يعقوبوفيتش، شكرا جزيلا لك، الضابط السابق والخبير في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وبأن أنتقل مباشرة إلى الضفة الغربية، حيث ازدياد في أعداد الضحايا في الاشتباكات الحاصلة في عدة مناطق في الضفة الغربية. فراس حسن، ما الجديد؟ نعم أنسام، الوضع على حاله والمواجهات ما زالت مستمرة، والاشتباكات تعم مناطق جنين، طول كرم، والخليل، رام الله، ونابلس. وقبل قليل وردتنا معلومات أولية حول محاولات مسلحين فلسطينيين اقتحام مستوطنات المتاخمة لمدينة جنين. وأشير هنا إلى الاشتباكات التي تخوضها المجموعات المسلحة بمشاركة عناصر القسام وسرايا القدس، وهي تتوسع في المناطق المحيطة بمدينة جنين. هناك إطلاق نار استهدف القوات الإسرائيلية على الجدار الفاصل قرب قرية عربونة شرق جنين، وهجوم أيضا آخر استهدف مستوطنة ميرافق القريبة من مدينة جنين. وربما جميع أو معظم مستوطنات غلاف مدينة جنين تشهد اشتباكات عنيفة بين مسلحين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية. هناك أيضا اشتباكات مسلحة في منطقة الخليل، وعلى إثر الاشتباكات أغلقت القوات الإسرائيلية أنسام كل الحواجز والمعابر ومداخل مدينة جنين. أيضا في منطقة طول كرم تم استهداف مسلح. سنبقى في مواصلة ومتابعة التحديثات، شكرا جزيلا لك حتى اللحظة. فراس حسن من الضفة الغربية، وأنتم مشاهدين التغطية مستمرة الجديد على رأس الساعة، كونوا في المتابعة وإلى اللقاء.